شكله زي خطيرة. او ماي جاد اوكي خلاص. او ماي جاد تروسي ابوي حبيت. اوكي سو صباحكم الله بالخير وصباحكم خطافية وصباحكم خطافية. اليوم الحاسم اليوم الحاسم اللي خطافية راح تشيل فيه التقويم. اقسم بالله يا جماعة الكل يكبتر الحين على الصورة هذه لانه راح تشتاقون حق خطافية بالتقويم. فالكل الحين يا جماعة يكبتر الفيديو او الشاشة عشان تكون لي يعني ذكرى جميلة. اليوم تاريخ خطافية 5 مارس. اشو اني بشيل التقويم قبل عيد ميلادي. خطافية متى راح يصادف عيد ميلادك؟ لا اله الا الله وايد اتكلم. تاريخ 26 مارس وباذن الله يا اهل الكويت. ها خبر حصري قبل عيد ميلادي او بعد عيد ميلادي راح اشوفكم، راح اسوي تجمع بالكويت. فسو اكسايتد حق اللي قاعد يشوفوني باللايف وبلاس اللي يشوفوني باليوتيوب. اشكم وايد لحد الجنون عشان لا اتاخر. خلوني اصعد فوق ويلا بقى. مساء الخير. اليوم الفاينل حنشيل خلاص. اوكي سو حدي متحمسة وخلوني اوريكم شلون راح اشيله. هذا التحت من فوق شوي بيكون ضغطه اكبر بس ما بيعور كثير. يعني مو مثل الصيت الاخر لانه في كثير بنات بيخافوا انه بيعور كثير وكذا. هاي الثاني انا حفاجئهم كيف كنتي قبل. ايه طبعا بعد عندنا شغله جوا هلا بنشيلها. هلا حاليا شو حنساوي؟ حننظف الاسنان واللثه، نلمعهم نظبطهم، بعدين بنشرح على الريتينر الثابت. أوكي. شو بدنا نحط ريتينر وبنظبط الاسنان، والمرحله القادمه هي المفاجاه حتكون. اوكي قريبا ان شاء الله. اوكي يا جماعه الخير كذا نكون شلنا التقويم. اقسم بالله راح ابكي. شعور عجيب، شعور لا يوصف. اول ما تشيلون التقويم تحسون ان دروسكم فري يعني منطلقين شي بروحهم. او ماي جاد اشتقت. حتي او ماي جاد اشتقت لهم ابي خطيرة. او ماي جاد اوكي خلاص. او ماي جاد تروسي ابوي حبيت. بوريكم التقويم اللي وراي. واو باخذه ما قبل ماي فيكتوريا يا جماعه. او ماي جاد يا جماعه هذا هو التقويم قاعد تشوفون. او ماي جاد 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 روسي صار كبار. شوفتني ابوي حبل يطلع بالارض. ما سوينا شيء دكتور، انا ما تحركت من مكاني. او ماي جاد روسي انت خطأ قادر هنا جاكيت وراح اذيكم من الفرحه. واو او ماي جاد خطافي رد ويحج. زين نظف اسناني عدل، لكن في التهاب باللثه شوي لانه ما ادري يمكن انا وايد حساسه لهم. فا اي ام سو اكسايتد. ضاع شلون؟ او ماي جاد حدي حبيت. المهم ناظره دكتوري مال التقويم يركب لي ريتينر من ورا عشان ما يتحركون اسناني مره ثانيه. سو اكسايتد. طبعا هلا عم ركب له الريتينر الثابت لحصه عشان ما يكون في حركة أسنان نهائي إن شاء الله. طبعاً الريتينر في منه ثابت في متحرك، بس أنا أفضل على طول الثابت إنه ضل ثابتين إنه بيريح المريض. يعني مشكلة الثابت بس إنه بده ينظف كثير الواحد. ما تذكرون العجينة اللي خذوها لي أول مرة قبل ما أحط التقويم؟ راح يحطوا لي إياها الحين نفسها بعد إزالة التقويم عشان تشوفون التحسن الصح. so excited. واو روسي نار بيض. I will push it back again. Just gurgle now. نار؟ ليش تغيروا؟
اي حبيت عاد. حلو؟ لا قصدي بردتهم لان قبل دوار. اجيبين؟ نار؟ كم هير؟ واي كم؟ ماي فيس از نوت نايس. دوينا؟ واي؟ اتس ريل ايرلي. شو؟ لوك واي؟ لوك واتس هابين؟ I don't want this bracelet. I remember. Why? You don't remember I put bracelet? Hey, bracelet? Hey. Where is it now? Madri. I take it off. خلاص. You know what? You know.